الحكاية ابتدت بمجموعة شباب قرروا ما يستسلموش للواقع ويرسموا مستقبلهم بإيديهم، ولما لقوا النجاح له قرروا يحلوا الشغل وعمل ويرشوب اسمها وطلبوا من ناس ايجابيين وشاطرين يساعدوهم. علموهم النجاح بيتبني ازاي تدير المشاريع، ازاي تتواصل مع الناس، ازاي تقود فريقك. الشباب دول هم احنا طلاب هندسة المطرية، وهنستناكم في الكلية علشان نبتدي نتعلم النجاح سوا. White Seeds 2018.